السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحة لاباس، نتمنى لكم الصحة والعافية وطوال العمر. خوتي خواتاتي كيف نتوما؟ مزيانين كلشي بخير الحمد لله. غنطلع معاكم واحد لا فيديو ان شاء الله، نعدل الشباكية ان شاء الله، عدلوا اللي قسم الله، الله يعاوننا ويعاونكم بالخير، والله يدخل علينا بالصحة والعافية وفي رزية. وباش ما تمنيت اخوتي ان شاء الله يا ربي التوفيق لنا جميعا يا رب العالمين ويرحم الوالدين. اخوتي خواتاتي، يعني طحنت النوا، طحنت الجنجلان، طحنت حبة حلاوة، النفاع، المسكة الحرة، يعني كل شيء، يعني توابل الشباكية كاملين ان شاء الله. الله يعاوننا ويعاونكم بالخير يا ربي. هنعمل استرداء ان شاء الله. هنعمل الزيت عاد غنخلط ان شاء الله. زيت بارد، هنعمل نص كاس ديال الزيت بارد، دابا غنخلط ان شاء الله. تحلي خاطري تكون زهر. هنعمل قرعة ديال المزهر كاملين ان شاء الله. هنعمل الزعفران شعرة باش كيطلق ديك الكولور شوية. كنخلط هاد التوابل كامل ان شاء الله يا ربي. عملت الطحين جوج كيلو، عملت شنو اسمه جنجلان، عملت نوا، قرفة، مزهر، زبدة، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت العود، كتخلط داكشي مزيان. دابا عندنا شوية الخميرة في الحلوى، تبارك الله كطايح. اللهم صل عليك يا رسول الله. يخصك ليك كيتقولو غير غيطلق الروح هاد القرفة نتسلى ديك خميرة الحلوى وديك المساء كتملع شوية ديك الخميرة. نص كاس ديال الخل، نص كاس
ستات ديال الخد. الخد هذه التوزة توزة تتشي على حسب كل واحد كاين اللي كتعجبو قوية كاين اللي كتعجبو ما كتعجبوشي أصلا هي كوزة هي كلشي الصراحة انا اللي تقصي عليه تجيب روكي عند الشباك يلاه يعاونا بالخير يا ربي دخلوا علينا بالصحة والعافية والشمسية صافي عن كيعدل لك الله يعاونا ربي عليه امين يا رب العالمين كوزة كتعجبني الصراحة كتعطي المنظر ما تاق ولا انا حطيت الشعلة على يدك يمشي مع الدوز لا بعد كتعطي واحد المذاق مزيان هيدا كتبقى حتى كتجمع الزبدة ما خلي شي حاجة هيدا حتى كتسخور عليك كنكب باش كتعطي تمنظر هاي كتزيد كيس خلنا كتعطي مزال عندك يدك صح حبيبه الصحة سقول لعبة الكاراتي مع هاد شباكي تبارك الله صبرت عليك يا رسول اللهم صل عليك يا رسول الله
طلعت نجمة نجمة تبارك الله ربي فيا دا عليا الأرزاق البارح السوف عملت جوج كيلو عطاني تبارك الله ثلاثة كيلو ها شباكي عاود أنا ماشي عاود جوج كيلو شباي صافي تصرع عندي رسول الله اللهم صل عليك رسول الله الله يحقق البركة هاديك جمعت الشباكية وعدت لها يعني زواقة ديالها الحق باقي اللي تبارك الله في العجينة والله إلا باقي اللي كت خليتها شوية تنسالي هادو ديك الساعة نكمل عليهم إن شاء الله يا ربي طيحات تبارك الله الله جوج كيلو اللهم صلي عليك رسول الله والله إلا بالحق كيجيو مزيونين والله إلا هادو الوريدات كيجيو واعرين واعرين في الشكالات ديالهم هما يعنا ما عقليوهم وهادي عاد غيعطيو منظر ان شاء الله يا ربي ايوا التوفيق لينا جميعا الله يعاوننا ويعاونكم يا ربي الحبيب والتوفيق لينا السلام عليكم خوتي عجبتوني والله العظيم عاد كملت كملت وما كملت باقي لي شي حاجه في الكسيعه والله يا والله باقي لي شي حاجه في الكسيعه دابا قلت بلاتي وديك الساعه نكمل عليهم ان شاء الله يا ربي الله عدت هاد الشبكيه هادي وعدت هاد الوريدات تاع الوريدات كيجيو مزيونين الله الا كيجيو مزيونين وديك الساعه ما نكمل عنشارك معكم ان شاء الله يا ربي نشارك معكم هاد الشباكيه اللي عدت اليوم هي هذه الوريدات اللي قلتكم كتجي وريده يعني كتجي المنظر ديالها مزيون رائع ما شاء الله والله كتجي واحد السلويه ديالها مزيونه معايره ايوا التوفيق لنا جميعا هكا قربكم الكاميرا باش تشوفوا زعما ديك الزواق ديالها كيجي حليله يعني نوعت كاينه اللي مشبكه كاينه اللي مشبكه وكاينه اللي شي على حسب كاينه اللي مشبكه وكاينه اللي هادي ولكن هذه الوريدات كتجي حلوه هذه الوريدات كتجي مزيونه ومنظر كتجي حلوه ايوا نتمنى لكم الصحه والعافيه وطول العمر والنجاح وصول ان شاء الله الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وباش ما تمنيت اخوتي بغيت نشارك معكم قلت زعما تنعد السفوف البارح حتى تسولك قلت نعد شي طبيصه نصوروا هكذا شوفوا معايا المشاهدين ان شاء الله يا ربي تسفوف جا غزال تبارك الله ما شاء الله مشاهدكم فيها اخوتي ايوا بالتوفيق اخوتي لنا جميعا التوفيق وبالنجاح وبالصول ان شاء الله وطوال العمر لنا جميعا يا رب العالمين نتمنى يعجبكم هذا الفيديو